إذا ياسر عبد الكريم خرج بكاكي، أبو بكر كاكي، كانت إجابته خطأ رغم الهدية، لكن لم يستمر في السباق. حنستقبل متسابقين جدد، مسافرين جدد، نرحب ببنجا العبيد صالح ومحمد خلف الله الحاج وجمال محمود رحمة. أهلا بكم. والسؤال: من هو خازن الجنة؟ نعم، رضوان. رضوان صحيح، تفضل. أهلا بك، بالراحة كده بهدوء. تمام، لحد ما تستقر وتطمئن قول لنا، أدينا خبر إحنا جاهزين كده. تمام، ماخذ راحتك. الحمد لله. منو انت؟ محمد خلف الله الحاج. محمد خلف الله الحاج، كنت بعمل في اداره الخدمات الطبيه السلاح الطبي اندرومان، يعني 27 سنه خدمه، الان بالمعاش او متقاعد. التخصص مختبرات طبيه. جميل، تمام. الرعيل الاول طبعا. جميل، في معمل الاستاك، وتدرجنا حتى حضرنا الى درجه البكالوريوس في الجامعه الاسلاميه 2011 بكالوريوس. الان في طريقي الى تمهيدي علم الامينولوجي. ممتاز، بنحييك. نحيي محمد خلف الله. رحله طويله مثمره، لازلت ايضا تتلقى العلم، وده شيء طيب. الحمد لله، ونحن بنحييك ونتمنى انك تمشي معنا رحله امنه مطمئنه، وتجيك كده الحاجات كلها اللي عندها علاقه بالمختبرات يعني في هذا والحقل الطبي. والحقل الطبي. تمام. نعم. محمد، حنسأل الثلاثة أسئلة. نعم. اللي هي قبل ما نركب الطيارة. نعم. نشوف السؤال الأول. نعم. يا محمد، اليومان اللذان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. نعم. يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم. يومي الجمعة والسبت. اليومان قبل الأعياد، الاثنين والخميس. سؤال بديهي طبعا. نعم. يعني ايام الاعياد هي ايام الفرح، فلا يجوز الصيام فيها، فالاجابه الاولى. الاجابه الاولى الجواب صح. يوم الاضحى ويوم الفطر. جميل. نشوف السؤال الثاني. ده سؤال اجراءات تفتيش وسلامه قبل ما نركب الطياره. نشوف السؤال يا حمد. عاصمه موريتانيا هي نواكشوط، صح ام خطا؟ صح. صح، الجواب صح. تمام، ناخذ الان البوردنج باس وندخل على الطائره بهذا السؤال، سؤال من غير خيارات. نشوف السؤال. من هو النبي الذي ذكر في القران انه طلب رؤيه الله جل وعلا؟ سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى، جواب صح. محمد خلف الله الان في الرحله المتجهه الى اديس ابابا. عندنا 3000 جنيه في اديس يا محمد، نركز، نتريث، نقرأ السؤال، قراءة السؤال نصف الإجابة. نعم. ونشوف السؤال. من هو مؤسس شركة مايكروسوفت؟ هو لي بيونغ شول، هو بيل جيتس، هو ستيف جوبز، هو مارك زوكربيرغ. مايكروسوفت أكبر شركة برمجيات في العالم. وعندك فرصة تحذف إجابتين في هذه المرحلة. أيوه. الخيار لك إذا ما متأكد. شكلهم كده ياباني. ما يابانية ولا صيني؟ بيل جيتس، لي بيونغ شول، ستيف جوبز، مارك زوكربيرغ. دي الخيارات. مشيت على اليابان انت لانه عنده علاقه بالتكنولوجيا وكذا. شركه مايكروسوفت واحده من اكبر شركات في العالم. وهذا الرجل ثري غني من يقول اغنى
للأغنياء أغنى أغنياء العالم. ثاني اللي مبرمجه لك بعد نسيته ياباني؟ ما بعرف نسيته. بعدين رجل خير وبرع بجزء كبير من ثروته للأعمال الخيرية. وعندك فرصة تحذف إجابتين إذا ما متأكد في المرحلة دي. نعم المرحلة الجاية لا عندك السؤال الثاني برضو ممكن لحد أدس الثلاثة أسئلة ممكن تحذف إجابتين. في السؤال ده عندك فرصة تحذف إجابتين أنت وخياراتك. عايز توفر حذف الخيارين للمرحلة المقبلة أو للسؤال الجاي؟ ممكن. كده بقول تقريبا الثاني بيل غيتس اسم شهير كده بيل غيتس عايز الإجابة شنو؟ أنت الثاني بيل غيتس ده تقريبا زي بيل غيتس يثبت عليه؟ يثبت عليه ثبت بيل غيتس ليه خليت الياباني؟ والله اسم شهير هو مشهور بيل غيتس اسم شهير بيل غيتس مشهور لأنه هو فعلا من بيل غيتس. الجواب صح بيل غيتس صحيح. وبيل غيتس كان أسرته برضك أسرة مش غنية لكن متعلمة. أمه كانت إدارية في جامعة واشنطن وأبوه كان أمريكي أمريكي لكن أمريكان طبعا أصولهم إيرلندية وأصول أخرى في العالم فهو من هذه الأصول. وكان شغوف بعلم الحاسوب لدرجة أنه أهمل دراسته كلها وركز على هذا العلم وبالفعل استطاع أن يبرح فيه. كان بيل غيتس واحد من العلامات المضيئة في عالم البرمجيات في العالم المعاصر. صحيح. نشوف السؤال اللي بعد. شلالات اشتهرت بأنها من الأكثر غزارة وكثافة وتعد من أجمل الشلالات في أمريكا الشمالية، فما هي؟ شلالات لوفوي، شلالات نهر يولسون، شلالات نياجارا، شلالات فيكتوريا. أمريكا الشمالية، أمريكا الشمالية شلالات اشتهرت بأنها من أكثر غزارة وكثافة وتعد من أجمل الشلالات في أمريكا الشمالية. شلالات نياجارا. 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 جواب صح. إذا نحن غاب قوسين وأدنى من أديس أبابا في 3000 جنيه في أديس. السؤال ده بنزلك على طول في مدرج مطار أديس إذا جاوبته صح. نشوف السؤال. كم سنة نام أهل الكهف؟ 309 سنة. ناموا 350 سنة. لا ناموا 390 سنة. نام أهل الكهف 340 عاما. كانوا سبعة وثامنهم كلبهم بالوسيط. نعم نعم. حقيقة هنا في معلومة يعني أنا أحب أضيفها للجمهور لو سمح لي الوقت. تفضل. يعني من أهل الكافي والله من الصور اللي أنا يعني أتمنى كل إنسان يقراها بتمعن، فيها ما فيها من العبر والبعيضات وفيها يعني من العلوم يعني الزاخرات يعني حتى يعني أهل الطب استفدنا من عندما قال الله تعالى في حقهم ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فنحن عندنا في علم الطب الإنسان لو رقد مسافة طويلة أكثر من يعني شهر بتحصل له غرح السرير. فالعناية الإلهية تجلد على هؤلاء الشباب يا شباب فالله يغلبهم وهم نيام حتى نعم. لا يصاب غرحه بالغرحه. نعم هاي نعم. يعني محمد لو حتى الجواب طلع غلط احنا بالمعلومه دي بنديك صح. شكرا جزيلا.
لا المعلومة أنا متأكد لكن متأكد راسخ أيوه نعم. ويقال إنه 309 لما نعم. تحسبه بالميلادي بتلقاه 300 لما تحسبه بالهجري تلقاها 309 ودي الإعجاز القرآني في هذا في الزمان والتاريخ نعم. لما تحسب القمرية لأنه القمرية في كل 100 سنة بيزيد 3 يوم و300 في 3 في 3 في 9 يبقى 309 قمرية و300 فهم 309 الإجابة نمرة 1 309 الإجابة رقم 1 وشكرا على برضو المعلومات وده واحد الحقيقة من أهداف هذا البرنامج ومحمد خلف الله في مطار أديس الدولي 3000 جنيه الجواب صح أهل الكهف ناموا 309 عام نعم. مظبوط نحن الآن في مطار أديس من مطار أديس ماشيين على مطار تونس في 5000 جنيه في مطار تونس عمنا محمد نشوف السؤال من هو المذيع الذي أجرى حوارا مع أم كلثوم إبان زيارتها إلى السودان في عام 1968 رجاء أحمد جمعة علي شمو محمد خواجة لصالحين صلاح الدين الفاضل عارف بعيد عارف بعيد 68 أصلك ما لمحت لغاء زي ده في التلفزيون والله أم كلثوم رغم ما سهل يعني جات غنت في السودان وغنت لشعراء سودانيين بالمناسبة الهادي آدم صحيح غدا ألقاك غدا ألقاك نعم باقي المذيع باقينا المذيعين دريت يا خوجل يا علي شمو الاثنين مخضرمين والاثنين مذيعين يعني بدوا بالإذاعة أما جاء تقريبا الرجال وصراحة جاء الجراب وبين محمد خوجلي وبين علي شمو فأرجح محمد خوجلي لأنه على المذيع ومذيع شهير طبعا محمد خوجلي مذيع شهير والله أعلم هذا اللقاء تلفزيوني لقاء في التلفزيون لقاء في التلفزيون صحيح أي نعم. دي معلومة إضافية لك اللقاء في التلفزيون اللقاء ده لقاء تلفزيوني شهير أجري مع أم كلثوم في السودان عندما زارت السودان أنت حصرت نفسك ما بين محمد خجر صالحين وعلي شمو استبعدت رجاء أحمد جمعة وصلاح الدين الفاضل بعد كده أنت اللي بتقرر حصرتي دي حصرتي دي صح ولا خطأ؟ نعم أنا حصرت نفسي في 3-2 علي شمو محمد خجر صحيح سؤال ده تيك اوف من اديس لتونس ايوه يا طيارتك قامت يا ركبت التونسيه لا لا يا شر طيارتنا تقوم ان شاء الله طياره تقوم واحد من يعني ما بعرف لكن ان شاء الله نحن نتمنى كده والله بعد نستعمل الجوكر اها الجوكر بيقول شنو الجوكر؟ جوكر بيقول لك شنو؟ لا بيقول تقريبا محمد خوجلي تقريبا علي شمو في حالة فيديوهاته الميكروفون طوالي كان مع محمد خوجلي علي شمو ما كان بيصر في النشرات كثير محمد خوجلي كان بيصر كثير في النشرات رحمة الله عليه علي شمو طبعا على غير الحال محمد خوجلي اللي بيصر في النشرات هذا النشر تقريبا انتقل وعلاقة الموضوع ده بموضوع أم كلثوم النشرات دي نعم يعني علاقة النشرات شنو بأم كلثوم؟ كان بيطلع في النشرات نعم مذيع ايوه هنا السؤال من هو المذيع؟ طيب خلاص اثبت محمد طيب لصالحي انه فعلا مذيع بتثبت محمد خوجلي
صالحين. ثبت محمد خوجة لصالحين. ثبت. ثبت الإجابة اللي أنت تختار. محمد خوجة لصالحين، رجاء أحمد جمعة، علي شمو، صلاح الدين الفاضي. ثبت في اللي أنت بتختاره ونشوف إحنا الجواب الصح. أضغط على الإجابة نفسها مش على الرقم. أضغط على الإجابة نفسها اللي بتختارها أنت. بس عندي الحق إنه أسحب. نعم؟ عندي الحق أسحب سنتين مش كده؟ تعمل شنو؟ عندي الحق أسحب إجابتين. المرحلة دي. لا ما في حذف في إجابتين. في المرحلة دي ما في حذف في إجابتين. المزيع. محمد خوجة لصالحين. إذن أجرى حوار مع أم كلثوم إبان زيارتها للسودان في 1968. أنت استبعدت رجاء أحمد جمعة واستبعدت صلاح الدين الفاضل وميلت على جهة محمد خوجة لصالحين، لكن للأسف الشديد هو مش محمد خوجة لصالحين، هو الأستاذ علي شمو. أكيد ونحن بنحيي محمد خلف الله، ووصل معانا لحد مطار أديس وعنده 3000 جنيه. محمد خلف الله 3000 جنيه. شكرا يا محمد على مشاركتك، شكرا جزيلا، شرفتنا كثير، وشيك ب3000 جنيه. وعلي شمو هو الذي أجرى هذا اللقاء الشهير. إذن مشاهدي الكرام، محمد خلف الله أكيد خرج بمحمد خوجة لصالحين، الإجابة غلط. ومحمد خوجة لصالحين هو بالطبع عليه رحمة الله واحد من الرعيل الأول والمذيعين المخضرمين، وكان قد شغل الإدارات المهمة في الإذاعة. وبعد الفاصل نحن نستقبل مسافرين جدد ومتسابقين جدد. شكرا جزيلا ولقاء جديد بعد الفاصل.